ما هو النظام الذي يشبه النظام السعودي في التاريخ؟ الدولة الأموية، العباسية، العثمانية، المماليك، المرابطون، الأدارسة، الفاطميون، ممالك غير إسلامية. الحقيقة لا يوجد نظام يشبه آل سعود، لأنه لو أخذنا الدولة الأموية والعباسية في صدرها الأول، دول قوية، دول عظمى لا تتبع لأحد، بالعكس هي الدول التي تفتح الفتوحات. وثانيا، رغم أنها دول باطشة وظالمة وفيها استبداد وفيها دماء، استحلال يعني تساهل في الدماء، ولكنها دول لم تفرض قانونا على الناس. القانون المعمول به هو القضاء، والقضاء الإسلامي. يعني تصور أبو جعفر المنصور رغم قوته ما استطاع يتجاوز القضاء الإسلامي، بالعكس كان يجبر القضاة الذين يرفضون القضاء مثل أبو حنيفة وغيره، كان يحاول أن يجبرهم على القضاء الإسلامي. فإذا لا الدولة الأموية ولا العباسية في صدرها أول، الدولة العباسية في صدرها التالي، لا الدولة العباسية في صدر في 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 ليس صدرها، في العهود المتأخرة كانت أشبه بملكية دستورية، لأنه كان السلاجقة والبويهيون وغيرهم يحكمون، والأيوبيون يحكمون من خلف ستار الخليفة، والخليفة دوره محدود جدا، فلا لا تشبهها بهذا المنطق. طيب ماذا عن الدول الأخرى؟ المماليك أبدا، المماليك نفس الشيء، قوة، كل ما كل واحد من المماليك يأخذها بالقوة، يقاتل الذي قبله، ولم تكن دولة وراثية. ماذا عن الممالك غير الإسلامية؟ نعم هناك تشابه كبير جدا بين أوروبا في القرون الوسطى أو ما يسمى القرون المظلمة ودولة ابن سعود. أولا استخدام مظلة الدين كذبا، يعني الكنيسة والدين المسيحي كان هو المظلة التي يحكم بها الحكام في القرون المظلمة، الحكام في أوروبا. وثانيا العلماء مهمتهم، القساوسة مهمتهم تطويع الناس للسلطة، وهم القساوسة مستفيدون وفاسدون إلى آخر حد، فيتقاسمون المصلحة مع الحاكم. رقم ثلاثة العقلية الامتلاكية، العقلية الامتلاكية في القرون المظلمة، نعم الحاكم يملك، القاضي الحاكم يملك، بل يسن القوانين ويضع الأنظمة ويتعامل مع البلد كله كملك يمين. ثم الملك يستطيع أن يغير العلماء، بل يغير الدين. يعني الملك هنري الثامن يعني قطع علاقته بالكنيسة الكاثوليكية وأنشأ دينا جديدا، لأنه هي بيطلق المرأة. فإذا أقرب نموذج لدولة آل سعود هو الممالك المسيحية في القرون الوسطى، لا تشبهها لي بالدولة الأموية ولا بالعباسية ولا بغيرها من الممالك الإسلامية.